حبان المشاهدين في كل مكان في العالم أهلا وسهلا بكم وبنرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم أنت تسأل والإنجيل يجيب يسعدني أن أرحب بخادم الرب المميز الدكتور حليم حسب الله أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة أهلا بك يا خان رجل الله الحلقات السابقة كنا بنحكي في موضوع شيء جدا عن الولادة الجديدة والرب قادنا لغاية لما وصلنا للحلقة السابقة عن كيفية الولادة وحضرتك قلت لنا عن ثلاث حاجات مهمين قوي في الولادة الجديدة ووعدت ان احنا هنشرحهم لاخواتنا المشاهدين حضرتك قلت حطيت الروح القدس في, الوسط وقلت ان الروح القدس هو اللي بيقدم كلمة الله كلمة الله بتتعامل مع مع البشرية النفس البشرية وبتتغير وكمان مش بس كده لكن بي بيوضح ويقنع ويدي ويدي ايضاح لكفاره وعمل المسيح خلينا نمسك واحده واحده وحضرتك قلت ان الروح القدس في النص انت قلت ثلاث حاجات مهمين جدا في التشبيه الرائع ده خلينا نمسك واحده واحده محتاجين نفهمها ومحتاجين نستوعبها ومحتاجين نفهم كويس قوي ازاي العمليه دي بتجرى عن طريق الروح القدس وكلمه الله ونؤمن بعمل كفارة المسيح فضل. طبعا الروح القدس زي ما قلت هو شخص ما هواش تأثير ما هواش قوة ما هواش تأثير تمام وما هواش قوة تتولد في الإنسان لازم ده شخص الله نفسه زي ما الأب هو الله الإبن هو الله الروح القدس هو الله مش ثلاث آلهة زي ما الناس بتفكر لكن احنا بنؤمن بإله واحد تمام وحدانية جامعة مانعة جامع ما يلزم ومنع كل شيء غريب سنة. عليه تمام فالروح القدس هو الله نفسه اللي بيقنع الانسان باحتياجه الى المسيح المخلص وبالتالي يدفعه الى قبول الكلمه فتتم الولاده الجديده يجريها الروح القدس ولاحظ لما يقول الكتاب الولاده من الروح وكمان يقول الولاده من الله ده يثبت ان الروح القدس هو الله تمام. نفسه يعني ده بيدل على أن الله وروحه واحد مش اتنين عشان كده مرة يقول ولده من الله ومرة يقول الولادة بتتم من, من الماء, الماء والروح مش بالماء لكن من, من الماء, الماء والروح, والروح وأنا أحكي عن الماء لما بتكلم عن, عن كلمة الله كلمة الروح القدس طبعا هو روح الحق وهو اللي بيجري ويتمم هذه العمليه يرشد الى جميع الحق طبعا تمام لذلك الرب يسوع يقول المولود من الروح م. المولود من الروح هو روح, روح يعني كيان روحي كيان جديد وده الكلام اللي قاله لنقوديموس ولما اتكلم عن الريح تهب من حيث تشاء وتذهب وانت ما تعرفهاش تمام قال هكذا كل من ولد ولده. من الروح ألف لام مش من لاحظ, روح. لاحظ اه لاحظ ولدوا من, من الروح. الروح وقبلها شفناها ولدوا من الله وشفناها مبارك الله ابو ربنا يسوع الذي ولدنا اعتقد لما اربط التلات ايات هيطلع الروح هو بما إن هو, الله إذن. إذن الروح هو الله نفسه تمام اذا الروح القدس هو الله بذاته الذي يجري عمليه الولاده الرب يسوع بعد قيامته من الأموات وصعوده إلى بيت الآب أرسل هذا الروح أرسل الروح القدس لما بيقول أرسل لكم الروح المعزي الروح القدس فأرسل لنا هذا الروح هذا الروح أيعمل إيه يا ترى يقودنا إلى شيء هام وهو إلى المسيح وما عمله على الصليب لأن إحنا شخصياً مش بالبساطة نصدق ونقبل ان الله تجسد ومن مش بالبساطة نقبل ان الله زي ما بيقولوا الناس اللي يتهزلوا العرش ايوه وفوق الكل أن يس يجي في صوت يسلم التضاع. نفسه تمام ويموت على الصليب ويموت على الصليب كان طبعا. يقدر ينجي نفسه ولذلك الاقناع لا ياتي من خلال المناقشة مع ان المناقشة مطلوبة والاقناع لا ياتي من مجرد ان انا اقرا كتاب عن صلب المسيح لكن معني عمل القراءه تمام لكن الاقناع ياتي نتيجه عمل, عمل الروح, الروح القدس في الكيان الانساني يعني الروح القدس زي ما كان بيرف على وجه المياه قديما بيحاصر الانسان والنفس البشريه ويبتدي يغر يوجد فيها رغبه وقناعه ان تقبل عمل المسيح الكفاري نعم ده دور الروح القدس ده بي بالظبط بيستخدم الكتاب كلمه الله لان خد بالك الكلمه تلازم الروح القدس تمام انا ما اقصدش الكلمه اللي هو المسيح باعتباره الكلمه نعم لكن انا اقصد الكلمه النبويه بالزبط. زي ما بيقول بطرس الرسول وعندنا الكلمه النبويه وهي, وهي أثبت تفعلون حسنا ان انتبهتم, انتبهتم. اليها كما الى سراج المنير في موضع المسلم. المسلم كويس. وبيقول لم تأت نبوه قط بمشيئه مشيئة. انسان بل تكلم اناس الله القديسون. اناس الله القديسون مسوقين, آه. الله القديسون مسوقين, مسوقين من الروح القدس. يبقى الروح القدس هو اللي ده الكلام والروح القدس يدي القناعه الداخليه للانسان لقبول هذا الكلام. وده رجعني تاني ان الموضوع ما اي تدخل بشري اللي بيقوم بالعمليه الروح القدس. نعم. فضل. نعم. ما فيش اي وساطه ارضيه اطلاقا دمين. اطلاقا ولاحظ ان الولاده الجديده الرب اتكلم عنها في انجيل يوحنا بصفه خاصه دمين. انجيل يوحنا ما اتكلمش عنها في الأناجيل الثلاثه الاخرى ليه انجيل يوحنا بالذات انجيل يوحنا بيتكلم عن ضروره الايمان بالمسيح يسوع نعم فهذه الكلمه تتكرر اكثر من 100 مره في الانجيل يوحنا أن كلمة مرادفاتها يبقى إذا يوحنا الحبيب الروح القدس من خلاله بيقول للإنسان لابد من الإيمان لابد أن تؤمن تمام. فالإيمان أصبح شيء ضروري ومهم بقبولنا للمسيح ولذلك لأن موضوع الإيمان ركز على ذبيحة المسيح وموته على الصليب وضرورة القبول إياها ولذلك لا يذكر إنجيل يوحنا ممارسه المعموديه ولا يتكلم عن ممارسه كسر الخبز وده شيء ضروري ومهم لازم نفهمه عشان نعرف سياق الانجيل آه نفسه العشاء الرباني اللي رسمه الرب يسوع للتلاميذ ذكر في انجيل متى وذكر في انجيل مرقس وذكر في انجيل لوقا لكنه لم يذكر في انجيل, إنجيل يوحنا. يوحنا لان انجيل يوحنا موضوعه الاهم يو. هو الايمان الذي يخلص والإيمان الذي يجعلنا نولد ولادة جديدة أي المؤمنون باسمه الإيمان الذي يجعل الروح القدس يلازم الولادة ويسكن فينا داخليا نحن البشر ولذلك بشبه في إنجيل يوحنا الروح القدس بالماء وشبه الكلمة بالماء وده شيء مهم قوي أو قوي لازم نعرفه ولازم نتعلمه ولازم ندركه لان بعض الاحيان احنا بنفكر بطريقتنا الخاصة والامور ما تبقاش واضحة قدامنا. الرب يسوع ما بيتكلمش عن المعمودية وما بيتكلمش عن كسر الخبز في انجيل يوحنا لكن يتكلم عن الولادة الجديدة التي يجريها الروح القدس مستخدما الكلمة المشبهة بالماء وايضا الروح القدس يسكن في داخلي بعد الولادة والمشبه ايضا بالماء, بالماء. يعني حضرتك انت كده بتحلل لنا لغز ممكن يقف قدامنا ان الماء الماء في انجيل يوحنا بيقصد بيه حاجتين يا اما يكون الروح القدس يا اما يكون كلمه الله وحضرتك اشرت وقلت ان الروح القدس هو شخص الله نفسه هو اكنوم الروح القدس هو اللي بيعرف ياخذ مما الله ويخبرنا وهو اللي بيتعامل مع النفس البشريه ويستخدم كلمه الله ويفسر كلمة الله ويقنعنا بكلمة الله ويوضح لنا الرغبة أن نستفيد من عمل وكفارة المسيح على الصليب نعم ده يحتاج إلى توضيح أكثر وده اللي هنكمله في الحلقة القادمة بنعمة الرب شكرا دكتور حليم على الإيضاح وشجعك أخويا المشاهد اللي بتسمعني في أي مكان في العالم أن تتابع معنا الحلقات القادمة من برنامج أنت تسأل والإنجيل يجيب والرب يباركك ونلتقي في حلقة قادمة بنعمة الرب